سامع عبد الرحمن من محافظة بني سويف. بالنسبة للقاء الأهلي والزمالك، نتمنى مباراة إن شاء الله قوية ممتعة تمتع الناس اللي هي محرومة والجماهير اللي محرومة دي من المباراة الجميلة. أتوقع إن شاء الله داخليا كده بأنني زملكاوي، إن شاء الله يبقى للزمالك، وأتمنى مباراة قوية، وإن شاء الله كده الفريق اللي هو ماسك أعصابه ويتحكم في أعصابه وفي أخلاقه إن شاء الله يبقى ليه الفوز. بغض النظر عن الأهلي أو الزمالك، نتمنى مباراة ممتعة للعرب والأفريقيا. أنا نجيب رمضان من عزبة أبوظة كفر شكر. اتوقع مين اللي يفوز النهارده؟ الاهلي باذن الله هيغلب وهيجيب 2-0. 2-0 2-0 باذن الله. مين اللي ممكن يجيب الاجوان النهارده؟ ممكن رمضان صبحي وسعد سمير او علي معلول. اسمي محمد عادل. انت زملكاوي؟ زملكاوي. ايه تتوقع نتيجه المباراه كام؟ والله هو التوقع، انا بتكلم عن التوقع بالاهلي والزمالك، ده هيبقى صعب شويه، خصوصا ان الاثنين فريقين بيمروا في مستوى كويس. الزمالك والاهلي لسه متاخرين في افريقيا، في معنوياتهم عاليه شويه. ده واللقاء بينهم السنه دي جاي متاخر شويه، بس يعني جاي في مستوى كويس الفريقين. 3-1 للاهلي. 3 حالاته اليومين دول الزمالك في احسن حالاته، هو بس الفرجاني سيسي يفوق كده شويه، واحنا كده كده هنكسب. حاجه في الكوره عندنا هنا هتيجي اكتر ناس بتشجع الاهلي. هو الماتش هيبقى فيه اهداف كتير لان هجوم الفريقين جامد، يعني فهيبقى يعني ممكن يخلص 3-2 او 2-2. انت اهلاوي ولا زملكاوي؟ اهلاوي. طب مين اللي هيجيب؟ واتوقع ان حسين الشحات هيجيب، لان هو يعني في زي طار ما بينه وما بين الزمالك كده. 2-1 للزمالك. انت زملكاوي؟ يعني الدوري اهلي ولا زمالك؟ زمالك ان شاء الله. طب مين هيجيب الجون؟ مين توقع؟ رجالي سياسي. مين؟ رجالي سياسي وبابا. وانت اهلي ولا زمالك؟ اهلاوي. اه ان شاء الله الاهلي هيفوز بنتيجه كويسه. انتوا هتتفرجوا فين النهارده؟ ايه؟ هتتفرجوا على الماتش فين؟ في البيت.